السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا. القناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية، أخبار رائعة جدا أصدقائي عن عملة شيبا إينو، عن عملة لونا كلاسيك، وعن البيتكوين إجمالا وسوق العملات المشفرة. قبل ما نبلش بالفيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، وبتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، راح أترك لك الرابط أسفل الفيديو وفي أول تعليق. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا اصدقائي، خبرنا الاول عن عملة شيبا اينو هي شركة بيت وولت او محفظة بيت وولت، تم اضافة خدمة شيبا اينو او عملة شيبا اينو. طبعا بيت وولت هي التابعة لوزارة الخزانة الامريكية، يعني وزارة الخزانة الامريكية دعمت عملة شيبا اينو، وهذا الشيء راح يرفع من سعر عملة شيبا اينو. طبعا صارت متاحة عملة شيبا اينو على اكثر من 160 دولة على تطبيق بيت وولت. طبعا بالنسبة لتحليل عملة شيبا اينو اصدقائي، حاليا نحن في منطقة هبوطية، عم ننتظر اصدقائي انخفاض عملة شيبا اينو لمنطقة 0.4013. طبعا من هاي المنطقة راح اشتري جزء من رأس مالي وراح اعزز على منطقة 12. في هاي المناطق هي افضل مناطق للتعزيز، فممكن من منطقة 13 يصير عندي ارتداد لمنطقة 16 مرة ثانية. يفضل تخزن من هاي المناطق وما تشتري في الوقت الحالي، لان مثل ما شايفين قدامكم نحن حاليا راح نرجع نختبر الترند عند منطقة 13 الى 12.5. فيفضل تخزين في هاي المناطق عند منطقة 13 الى 12.5. طبعا نشتري بجزء ونخلي جزء للتعزيز، في حال نزلت العملة اكثر برجع بشتري مرة ثانية، لكن العملة ايجابي وصعودها شبه مؤكد. اما بالنسبة اصدقائي لعملة لونا كلاسيك، حاليا نحن بنموذج كمان ايجابي جدا جدا على فريم اليوم. حاليا وصلنا لمنطقة اللي هي منطقة المثلث الصاعد، ممكن يصير عندي اختراق اعلى مثلث الصاعد ويصير عندي ارتفاع لمنطقة 3.12. طبعا وممكن كمان نكسر قمة عند منطقة 3.16. هاي الهدفين الخاصة فيني. طبعا انا رح اخرج ارباحي عند منطقة 12 تقريبا ومنطقة 16 عند اختراق او عند كسر القمة الموجودة امامكم. هاي هي تحليلي لعملة تيرا لونا كلاسيك، لكن احنا حاليا شمعة اليوم شمعة ايجابية جدا. رح ننتقل لفريم الاربع ساعات، كمان فريم الاربع ساعات اصدقائي فريم ايجابي جدا وقريبين جدا من اختراق الترند. عم ننتظر اقفال شمعة اليوم على الترند. طبعا مجرد الاختراق رح يصير عندي اختراق نفس الموجود امامكم، لكن نحن بحاجة اختراق واقفال اعلى الترند، يعني نحن حاليا رح نستهدف منطقة ال 11 وبعدها نخترق منطقة ال 12 ونتجه تلقائيا الى منطقة 16.5. بالنسبة لعملة شيبا اينو اصدقائي على الكوين ماركت كاب، خلينا ندخل على الكوين ماركت كاب. عملة شيبا اينو هي الترند رقم واحد حاليا على الكوين ماركت كاب، عمليات بحث كبيرة عم بتصير على عملة شيبا اينو، ممكن العملة ترتفع بشكل كبير في الوقت الحالي، كميات شراء كبيرة عم بتصير على عملة شيبا اينو بانتظار ارتفاع لعملة شيبا اينو. طبعا اصدقائي عندي كوريا الجنوبية، طبعا لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية حضرت المنصات كيو كوين و ام اي اكس سي طبعا وفيميكس و اكس تي دوت كوم طبعا وكثير من المنصات الثانية. طبعا تم حظر اكثر من 16 منصة، والسبب انه هاي المنصات خالفت قوانين لجنة الخدمات المالية. وفقا للجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، فان هذه البورصات لديها مواقع ويب كورية وتخدم المواطنين الكوريين الجنوبيين بالعروض الترويجية المختلفة. وصرحت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية بأن هذه البورصات الخاصة بالعملات المشفرة انتهكت قانون المعلومات المالية الخاصة بنا. طبعا أصدقائي، البنك الفدرالي الأمريكي تم إضافة العملات المشفرة كبورصة نظامية، يعني تم الاعتراف بالعملات المشفرة، يعني تم الاعتراف بالعملات المشفرة. طبعا وصنف منصات العملات المشفرة ك بنوك مركزية، يعني مثلا منصة باينانس صارت بمثابة بنك خاص بالعملات المشفرة. هذا خبر كمان رائع جدا، بتلاقي الخبر بقناتي التليجرام. بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك او تيرا لونا، طبعا ما في زيادة او نقصان بالماركت كاب او المعروض للتداول. سعر عملة تيرا لونا تقريبا $1.93، ما في عندي عملية حرق، وحتى تيرا لونا كلاسيك ما في عندي عملية حرق، لكن تم تفعيل نظام الحرق بنسبة 1.2% من معاملات ورسوم المعاملات، وهي الرسوم رح تتجه للحرق،
فراح تصير كميات حرق كبيرة على عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا عم ننتظر عملية الحرق، لحد الآن ما في عندي نقصان بالتوتال سبلاي الخاص بعملة لونا كلاسيك. طبعا أصدقائي عم نعمل بثوث مباشرة على التيك توك، إذا بتحب تنضم لبثوثنا المباشرة على التيك توك عملنا متابعة على التيك توك، رابط القناة راح يكون أسفل الفيديو، وانضم لقناتنا على تليجرام، رابط البثوث عم ننشره على قناتنا التليجرام. طبعا كل بث مباشر عم نعمل مسابقة، بالأمس عملنا مسابقة ربحوا شخصين، كل شخص ربح $50 مكافأة، وشخصين ربحوا اشتراك دائم في قناة الفي اي بي. أصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المترقبي. مع السلامة، دمتم بخير.